اهلا بيكو، عاملين ايه النهارده؟ هنعمل انبوكسنج على سماعه مايكروفون زي ما انتم شايفين اهي. انا هحاول اقربها شويه عشان تشوفوها كويس. زي ما انتم شايفينها هنعمل دلوقتي انبوكسنج عليها. هنفتحها من هنا، هفتحها قدامكم. طبعا هو انا اول مره اجربها، لسه جايبها، يعني عامل عليها انبوكسنج، لسه جايبها دلوقتي. مش عارفه اطلعها. دي واحده، زي ما انتم شايفين ايه السماعات، وده الميكروفون. لما بلبسها كده بحط الميكروفون هنا كده، وبيترفع برضو وبيتحط هنا. سماعة عادية برضو، ماركتها محطوطة هنا، مكتوبة هنا. استنوا خليني اعمل كده عشان تشوفوها. دي ماركتها زي ما انتم شايفينها. المفروض بيقولوا ان هي بتاعت جيمنج. انا لسه هجربها واقول لكم حلوه ولا لا. خليني افك من قدامكم. طبعا هي السماعه من الانواع الحلوه عشان هي بتاعه الجيمنج، يعني من الحاجات الكويسه. يعني نحطها هنا. وبصراحه يعني الحلو فيها اكتر ان هو يعني السلك بتاعها طويل مش قليل، وده اليو اس بي، ده اليو اس بي بتاع الميكروفون. زي ما انتم شايفين هوريكم دلوقتي العمود بتاع الميكروفون اهو زي ما انتم شايفينه. ودي ال يو اس بي بتاع السماعة زي ما انتم شايفينه. هي دي السماعة، وهي بتتعمل كده برضو، بتتأثر يعني عشان في نفس الناحيتين برضو عادي. والمايك بيتحرك من أماكن كلها ما عدا، بس ما ينفعش يرجع الناحية التانية عشان هو بس اللي هو كده الناحية دي كده كده، وتعمله كده مثلا زي كده كده بالظبط. طبعا أنا لسه هجربها قدامكم وأقول لكم هي حلوة ايه المميزات اللي فيها. خليني اروح احطها في الكمبيوتر واجربها واقول لكم ايه اللي عجبني فيها. طبعا انا دلوقتي شغلت اغنيه، هجربها. انا ما اعرفش هيبقى صوت عامل ازاي، انا لسه حالا مجربتهاش. فتحت الاغنيه بس، حطيت السماعه، حطيت الميكروفون برضو بالمره، وهعلي مثلا، هخلي الصوت على الاخر واشوف صوتها عامل ازاي. خلينا نشوف. طبعا هو للتجربة، هو اي اول حاجة صوتها باين، صوتها يعني بيبين الصوت موضوح، يعني موضحة، ومش من السمات اللي هي متخلية لك الصوت مش واضح قوي، لكن دي موضحة. بالنسبة للصوت العالي والواطي، هو بالنسبة ليها هو من المفروض السماعة زي جيمنج. ايوه هي من المفروض، ايوه انا عجبتني صوتها. صوتها فيه مميزات ان هي صوتها كويس، ومن الحاجة التانية ان هي صوتها عالي. يعني من المفروض ان السماعة هي بسعر رخيص جدا، ان السماعة هي كانت متراوحة من 150 لـ200 جنيه. فبصراحة سماعة زي دي تستحق الشراء للصوت زي ده وإمكانيات ليها والميكروفون بتاعها. أنا لسه مجربتش الميكروفون، بس هجربه وسمعكم صوت الميكروفون وكده. أنا هشغل دلوقتي برنامج التصوير وكده، وهسمعكم الصوت صوته عامل ازاي وكده، وخلينا يعني نجرب وكده. اوكي انا دلوقتي هجرب وهرجع لكم. دلوقتي انا هفتح انا عملت فيديو دلوقتي، هنشوف دلوقتي الصوت على الكمبيوتر بالمايكروفون. انا جربت بالمايكروفون، خلينا دلوقتي نشوف الصوت عامل ازاي.
دلوقتي يا جماعة، هو دي السماعة بالميكروفون، أنا بجربها دلوقتي زي ما انتوا شايفينها. أنا دلوقتي والله بجد، أنا يعني أنا مش واقفة من الكمبيوتر، الكمبيوتر بعيد عني جدا، والسماعة الميكروفون دلوقتي أنا حاطه قدام عليا على طول عشان صوتي يبقى مسموع. ودلوقتي أنا بشوف الميكروفون صوته كويس يعني ولا لأ. خلينا نشوف دلوقتي. زي ما انتوا شايفين طبعا الصوت بجد خرافي، انا ما تخيلتش الميكروفون ده بالرخص ده، يعني بالصوت السماعة دي والميكروفون ده، ما تخيلتش ان السماعة قدرتها بالسعر ده بالشكل ده. هي شكلها طبعا يعني حاجة بصراحة محترمة، انا مش انا لحد دلوقتي ازاي انا مستغرب ان هي بالسعر ده. الميكروفون عجبني جدا، طلع كويس قوي، وبصراحة اللي بجد يعني انا بنصحكم ان انتوا تجربوا السماعة. السماعة ممتازة جدا، ويعني فيها كل المواصفات اللي انت عايزها، فيها الصوت العالي، فيها الصوت موضوع جدا والله، يعني انا ما اعرفش ازاي اسمعكم الصوت بجد من كتر وضوحه، وصوتها عالي بصراحة، يعني انا مش هكذب في دي. وبصراحة الميكروفون يستحق بجد، عشان الميكروفون يعني عامل اداء كويس، يعني انا لو انتوا حتى لاحظتوا انا والله يعني ما معلي الصوت على الاخر، يعني انا لو عليته يعني ممكن اطرش اصلا، يعني انا هعليه شوية كمان وهسمعكم دلوقتي. خليني اوريكم دلوقتي، دلوقتي يا جماعة يعني بجد والله انا مش متخيل الصوت ليه عالي قوي كده. فبصراحة انا انصحكم جدا ان انتوا تجيبوا السماعة دي، وبصراحة يعني عجبتني جدا وبسعر رخيص جدا وتستحق الشراء. ولو عجبكم الفيديو متنسوش الاشتراك واللايك وتشير الفيديو ده لكل اصحابكم، وعايزين نوصل بقى يا جماعة القناة 300 مشترك بجد، يعني انا بشكركم جدا على 200 مشترك، بس عايزين بقى نوصل لل 300 مشترك. وبس لو عجبكم الفيديو متنسوش اللايك والسبسكرايب والكومنت شير، وبس سلام.